السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة فن وحس. والنهاردة صباح الشالات والحاجات الحلوة على عيون حبايبي. هنعمل الشال القلوب دي بطريقة سهلة وبسيطة، ومعاها الكنار ده، علشان في كتير منكم بيسألوني على كنار بزاوية أو كنارات عامة. أنا عامل لكم مجموعة كنارات، في كنار ينفع ليه مفرش دائري او مفرش مربع او مفروشات او ملابس، وده بزاوية وينفع مثلث او ينفع صدر عباية. سهل وبسيط، الشال ما فيش اسهل من كده. ده كده انا عاملاه زي سكارف. انت لو عايزة تعملي طبعا شال بتفضلي تكبري وتطولي. الشال هياخد معانا حوالي 4 شالات لو هو متوسط الطول، بخيط متوسط السمك. لو انت عايز تعمليه اطول طبعا هتحتاجي خيوط اكتر، في حدود 6 او 7 شالات. لو انت عايزاه طويل قوي طبعا بيفرق من مقاس لمقاس ومن حجم لحجم. يا رب يعجبكم ان شاء الله ويكون سهل عليكم. لايك وشير الفيديو، بحبكم جدا. وابتدي بسم الله. بسم الله. حابه قبل ما ابدا برضو اوريكم شكل البكره. انت لما تشتغلي طبعا بالالوان اللي انت عايزاها، هتاخدي طبعا تدريجات من النبيتي، من الاحمر للنبيتي او من الاورنج وازرق زي كده، او الاخضرات، اي تدريج انت حباه. بس هيبقى بكره سويت رول زي دي. سويت رول ده مش ماركه، دي شكل البقره. كنت عملت لكم فيديو قبل كده، في كنت بقول لكم خلي بالك من تشتري خيط. كان في ناس كتير منكم بتشتري البقره دي على انها هتعملها تدريج زي اللي عندنا ده، بس التدريج اللي عندنا ده عايز إيه؟ البكره يبقى الشكل ده. مساحه الخيوط يعني كميه الخيوط في الدرجه الواحده كبيره، بحيث ان هي تلف الشال رايح جاي، او لو هتعملي بلوفر تبقى داير، تمام، عشان تديكي ده تدريج اللون كويسه. لكن ده بينفع في حاجات تانيه زي التريكو مثلا. ده بكره برضو زي دي ملونه كده ومعموله تريكو، ودي البكره نفسها هتديكي الشكل، هتديكي الشكل ده في التريكو، علشان المسافه صغيره، فما بتديلكيش، ما بتبقاش متقطعه. لو انت اشتغلتي الخيط ده في غرزه كروشيه عاديه مش هيديكي الشكل اللي انت عايزاه، الا اذا كان كوفيه رفيعه، فالمساحه بتاعت اللون تقدر تديكي اي شكل. عشان في بنات كتير بتشتري البكره دي وبتفتكر ان الخيط هيديها التدريج اللي احنا عايزينه ده، الخيط التدريج اللي احنا عايزينه، عايز بكره زي دي ايا كان اللون اللي انت هتستخدميه. هشتغلكم بلون فاتح لان البكره هنا ده لون غامق مع الخلفيه مش بتبان، ولما بحط خلفيه بيضه كتير بحس ان في خيال، فبحس ان الشغل مش واضح، تمام. انت هتستخدمي نفس الطريقه مع الخيط اللي انت عايزاه، وهنستخدم ابره رقم 3.5 ملي متر لو خيط زي ده، زي ليزا بيبي سكريم. طبعا حسب سمك الخيط، طبعا كل ما سمكه بيعلى كل ما، بصي هو هنا بيبقى كاتب لك الابره اللي انت هتستخدميها ايه. هنعمل عقدة بداية، فتلة قصيرة اهي، هلفها كده على صباعي واهي كده، هدخل الابرة من هنا من تحت من هنا كده، واسحب الخيط القصير عشان اضيق الدايرة اللي انا عملتها، بسحب الخيط اللي في البقرة كده. هنعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. هدخل في اول سلسلة انا عملتها واخد لفة واقفل بغرزة منزلقة. يعني ايه منزلقة؟ يعني اطلع من كل حاجة على الابرة، تمام. هعمل 1 2 3 4 سلسلة، وهاخد لفة وهدخل في نفس الدايرة، هعمل 4 أعمدة. ادي لفة لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، انا كده عملت عمود. لفة وادخل في نفس، بص الفتلة دي كده باخدها معايا كده عشان
اخلصها في الشغل، اخد كده واسحب لفه واطلع من حلقتين، لفه واطلع من حلقتين، انا عملتها كمان عمود، هاخد لفه وادخل في نفس المكان، لفه واطلع، لفه واطلع من حلقتين، لفه واطلع من حلقتين، كده انا عملت كام عمود؟ ادي دول اربع سلسله في الاول، وهنا ثلاث اعمده، هعمل كمان عمود، وكل مره دي البدايه بتاعتي. هعمل خمسه سلسله، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، وكل مره دي هتبقى الزاويه بتاعتي، باخد لفه وادخل هنا اهو واعمل اربع اعمده، ادي واحد في نفس الدايره الكبيره دي، اتنين تلاته اربعه، هعمل سلسله، هاخد لفه وادخل هنا واعمل كمان عمود، وبكده انتهى السطر الاول، وده شكل باين ولا ايه؟ تمام، ده شكل. سطر رقم اتنين، هعمل واحد اتنين تلاته اربعه سلسله، هاخد لفه وهلف الشغل جوه الفراغ اللي عند الصغنطوط ده، هعمل اربع اعمده، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، ودي هتبقى بدايتي دايما. قلنا هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هاخد لفة، هسيب الأعمدة دي، وجوه الفراغ الكبير ده هعمل أربع أعمدة، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هاخد لفة وهدخل في نفس الفراغ الكبير ده، هعمل أربع أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، زي ما عملت الجنب ده، هاخد لفة، عندي هنا أربع أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة، بعديهم في الفراغ الصغير ده هعمل أربع أعمدة، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة. تقدري لو انت ما عندكيش خيط ملون أصلا تعملي خيط وتقطعي وتركبي خيط عليه تاني التدريج لون. هعمل سلسلة واحدة، هاخد لفة، وبصوا هعد منين، من هنا هم البداية، من هنا واحد اتنين، وفي راس سلسلة رقم تلاتة هدخل واعمل عمود، وبكده يبقى انتهى السطر رقم اتنين. سطر رقم تلاتة نعمل نفس البداية، اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، واخد لفة وهلف الشغل، هدخل في الفراغ ده واعمل اربع اعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هسيب الاعمدة دي، وفي الفراغ ده في نصه كده هعمل حشو، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هاخد لفة، وجوه الفراغ الكبير ده هعمل أربع أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، أربع أعمدة في نفس الفراغ الكبير ده، واحد اتنين تلاتة أربعة، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هدخل في الفراغ ده وأعمل حشو، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هاخد لفة وأسيب الأربع أعمدة دول، وفي الفراغ الصغير هعمل أربع أعمدة، أدي واحد اتنين
ثلاثة أربعة. هعمل سلسلة، هاخد لفة وأعد من تحت من هنا، واحد اتنين في سلسلة رقم ثلاثة، هدخل وأعمل عمود، وده شكل أهي في الشركة جميلة. كل مرة تطلب مني أو أحط لها الشكل على الترابيزة، تمام. ده سطر رقم ثلاثة. سطر رقم أربعة هنعمل نفس البداية، واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة، وهاخد لفة وهلف الشغل في الفراغ الصغير ده، هدخل وأعمل أربع أعمدة. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هاخد لفة. عندي هنا خمس سلاسل، تمام. هعد سلسلة اتنين، وفي السلسلة رقم تلاتة هدخل واعمل خمس اعمدة مع بعض في نفس السلسلة دي. ادي واحد في نفس السلسلة، اتنين وفي نفس السلسلة، تلاتة في نفس السلسلة، أربعة وفي نفس السلسلة، خمسة. هاخد سلسلة، هاخد لفة، هسيب الحشو دي، وبعديها على طول عيد سلسلة اتنين في سلسلة رقم تلاتة، هدخل واعمل خمس أعمدة تانيين. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، كلهم في نفس السلسلة، خمسة. اتنين سلسلة، واحد اتنين، هاخد لفة في الفراغ الكبير اللي هيقابلني ده، هعمل أربع أعمدة. ثلاثة أربعة، واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة سلسلة، خد لفة وفي نفس الفراغ هعمل أربع أعمدة. واحد اتنين ثلاثة أربعة. هكرر في الجنب التاني اللي أنا عملته في الجنب ده، اللي هو اتنين سلسلة، هسيب الأعمدة دي، هيعد من بعديها سلسلة اتنين، وفي السلسلة رقم تلاتة هعمل خمس أعمدة مع بعض في نفس السلسلة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، سلسلة واحدة، هاخد لفة وبعد الحشو دي هعيد سلسلة اتنين في السلسلة رقم تلاتة، هدخل واعمل خمس اعمدة مع بعض في نفس السلسلة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في نفس السلسلة، هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هسيب كل ده، وهنا في الفراغ الصغير هعمل اربع اعمدة. واحد اتنين تلاتة اربعة، هعمل سلسلة وهاخد لفة وعد من تحت من هنا، واحد اتنين في سلسلة رقم تلاتة، هعمل عمود، وده شكل السطر رقم أربعة. لسه لحد دلوقتي ما بانش شكل الشال، وهيبان بعد شوية. رقم خمسة هنعمل أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، هناخد لفة وهنلف الشغل، هنعمل في الفراغ ده أربع أعمدة. واحد اتنين تلاتة أربعة، هنعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سلسلة، هاخد لفة. بصي، أول أربع أعمدة دول أنا هسيبهم مش هعمل فيهم حاجة، هاجي للأعمدة دي، عندي هنا خمس أعمدة، هاخد أول عمود هدخل فيه كده، واخد لفة واطلع لفة واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الآخر، هاخد لفة وادخل فوق العمود اللي بعده، لفة واطلع لفة واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الإبرة. كده معايا ثلاث حلقات على الإبرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم كده، انا عملت تناقص
او جمعت عمودين في عمود واحد. هاخد لفة وهعمل عمود فوق العمود رقم 3، عمود عادي، هاخد لفة وهكرر اللي انا عملته ده هنا، هدخل فوق العمود رقم 4 واخد لفة، لفة واطلع من حلقتين واسيب التالتة على الابرة، هاخد لفة وادخل فوق اخر عمود فيهم، لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابرة، هاخد لفة واخرج من التلات حلقات كلهم سوا، وبعد كده هاخد لفة وفي الفراغ ده هعمل عمود زي ما عملت هنا. هعمل هنا هاخد لفة وهدخل فوق أول عمود واخد لفة واطلع من حلقتين واسيب التالتة على الابرة، هاخد لفة وادخل فوق تاني عمود واخد لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين واسيب التالتة على الابرة، معايا تلات حلقات على الابرة هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا، هاخد لفة وفوق العمود رقم 3 هعمل عمود لفة وهلم العمودين دول سوا، يعني هدخل هنا اهو واخد لفة واقفل قفلة واحدة، واخد لفة وادخل هنا اهو واخد لفة واقفل قفلة واحدة، معايا تلات حلقات على الابرة هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا، وده شكلها. هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، هاخد لفة واسيب الاعمدة دي كلها وهعمل هنا 4 اعمدة، 1 2 3 4 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هاخد لفة وهدخل هنا اهو واعمل 4 اعمدة في نفس الفراغ، ادي 1 2 3 4، هكرر اللي انا عملته في الجنب ده في الجنب ده، يعني هعمل 1 2 3 4 5 6 سلسلة واخد لفة، هسيب الاعمدة دي كلها وهاجي في اول عمود من الاعمدة اللي بعديهم هعمل عمود واقفل قفلة واحدة، لفة وادخل فوق العمود اللي بعده واخد لفة واقفله قفلة واحدة، هاخد لفة واقفل تلات حلقات سوا، هاخد لفة واعمل عمود فوق العمود رقم 3، هقفل العمود ده وده مع بعضين، لف واقفل قفلة واحدة، لف وادخل فوق العمود، لف واقفل قفلة واحدة، لف واخد التلات حلقات سوا، لف وهدخل في الفراغ ده واعمل عمود، لف وادخل الم اول عمودين دول، قفلة واحدة وادخل فوق العمود اللي بعده، واخد لف واقفل قفلة واحدة، تلات حلقات واخد لف واطلع منهم كله، هاخد لفة وادخل فوق العمود رقم 3 واعمل عمود، هلم اخر عمودين دول مع بعض كده اهو، تلات حلقات هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا، هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، هاخد لفة هسيب الاعمدة دي كلها وفي الفراغ الصغير هعمل 4 اعمدة مع بعضيهم في الفراغ ده، 1 2 3 4، هعمل سلسلة وهعد من هنا اهو 1 2، وفي تالت سلسلة هعمل عمود، وده شكل سطر رقم 5، بدأ يتضح معانا اهو. سطر رقم 6 هنعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4، خلاص احنا خلاص عرفنا الحتة دي، هناخد لفة ونعمل هنا 4 أعمدة، هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هاخد لفة عندي هنا 4 أعمدة، هسيب 3 وفوق آخر عمود هعمل عمود، في الفراغ اللي جنبه على طول هعمل كمان 3 أعمدة، أدي 1 2 3، هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هاخد لفة عندي هنا مجموعة أعمدة، هجمع أول 3 أعمدة سواء العمودين دول بتوع الدور اللي فات هيتحسبوا معايا عمود واحد بس، يعني هدخل هنا فوق العمودين دول كده، هاخد لفة واطلع، لفة واخرج من حلقتين وسيب التالتة على الإبرة، هاخد لفة وادخل فوق العمود اللي جنبيها واخد لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين وسيب التالتة على الإبرة، هاخد لفة وادخل فوق التجمع التاني اللي هو 3 عمود واخد لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين واسيب التالتة على الإبرة، معايا 4 حلقات على الإبرة هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا،
هاخد لفة وادخل فوق العمود ده وهعمل عمود عادي. هاخد لفة عندي هنا، دول هجمعهم سوا، ادخل فوق اول تجميعة، اخد لفة لفة واخرج من حلقتين سيب التالتة على الابرة، لفة فوق العمود اللي بعده لفة واخرج، لفة واطلع من حلقتين سيب التالتة على الابرة، هاخد لفة وادخل هنا اهو، لفة واخرج، لفة واطلع من حلقتين وسيب التالتة على الابرة، لفة واخرج من الاربع حلقات كلهم سوا. هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. عندي هنا في اعمدة، تمام، هعمل هنا اهو جنبيها هنا كده تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، والعمود رقم اربعة هعمله فوق اول عمود هيقابلني. ممكن تعمليهم كلهم التلاتة دول في سلسلة هنا اهو، بحيث ان هم يبقوا ملمومين ما يبقوش مبعترين، بس هم الى حد ما مع ملمومين. تمام، هنعمل بعد دي خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هاخد لفة اسيب الاعمدة دي في الفراغ ده، هعمل اربع اعمدة، واحد اتنين تلاتة اربعة، ودي عملتها بسرعة لان احنا عاملين زيها كتير، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واربع اعمدة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة أربعة. اللي أنا عملته في الجنب ده هو اللي هيكرر في الجنب ده، القلب بدأ يبان أهو. تمام، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هاخد لفة وأدخل أسيب تلات أعمدة وفوق الرابع هعمل عمود، وهي الحلقه دي زي ما بقول لك هتعملي هنا تلات اعمده، ممكن تعمليهم في السلسله جنبيه عشان ما يتبعتروش، فيعني دي حاجه ترجع لك من جهه هنا وهنا مش مشكله. هعمل في السلسله دي تلات اعمده، ادي واحد اتنين تلاته، خمسه سلسله، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، لفه هلم اول تلات اعمده مع بعض، ادي واحد اتنين تلاتة، لفة واطلع من الاربع حلقات، لفة واعمل عمود فوق العمود ده، لفة وهلم التلات اعمدة دول مع بعض، ادي عمود اتنين تلاتة، لفة واخرج من الاربع اعمدة سوا، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، لفة هسيب الفراغ ده وهدخل في السلسلة اللي جنب الأعمدة على طول، هعمل تلات أعمدة، أدي واحد اتنين تلاتة لا الرابعة هعملها فين؟ فوق أول عمود قلنا. أوكي، هنعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هاخد لفة وفي الفراغ الصغير هعمل أربع أعمدة وبعدين أعمل السلسلة واقفل بالعمود الباقي عندي، ادي التالت الرابع سلسلة، وفي تالت سلسلة واحد اتنين تلاتة هعمل عمود زي ما اتفقنا. باين كده؟ بصوا بدأ يبان ازاي، هيبان بعد كده اكتر في الادوار اللي بعد كده. رقم سبعة، هعمل نفس البداية، لو انتوا عايزين اعمل لكم المستطيل بتاعه انا ممكن اعمله، هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهاخد لفة وفي الفراغ الصغير ده هعمل اربع اعمدة. هنا هبتدي اعمل زي ما عملت هنا هو علشان ابتدي القلب الجديد، تمام، يبقى السطر اللي فيه القلب الجديد هو بداية فيه نهاية السطر القديم. اوكي تمام، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، في الفراغ ده هعمل حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هاخد لفة، هنا عندي اربع اعمدة فوق اخر عمود هعمل عمود، وفي السلسلة اللي جنبه هعمل
ثلاث أعمدة. واحد، اتنين، ثلاثة. هعمل أربعة سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. هاخد لفة وهجمع بقى في القلب ده. هنا فوق أول تجمع، هدخل هنا واخد لفة واقفل قفلة واحدة، سيب التالتة على القلب. هاخد لفة وادخل هنا اهو فوق العمود اللي بعده، واخد لفة واقفل قفلة واحدة. هاخد لفة وادخل فوق آخر تجمع، واخد لفة واقفل قفلة واحدة. معايا 4 حلقات على الإبرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا، وكده يبقى القلب خلص. هعمل 4 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، وهاخد لفة. عندي هنا هو 4 أعمدة في السلسلة اللي قبليهم، على طول هعمل 3 أعمدة. أدي واحد، اتنين، تلاتة، وفوق أول عمود من الأعمدة هعمل عمود. هعمل 5 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. في الفراغ ده هعمل حشو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. هاخد لفة، عندي دي الزاوية، هشتغل جواها على طول 4 أعمدة، 5 سلاسل، 4 أعمدة. دي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. هاخد لفة، وفي الفراغ اللي بعد في نفس الفراغ هعمل 4 أعمدة برضه. اللي أنا عملته في اليمين هيتعمل في الشمال. هعمل 5 سلاسل، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. في الفراغ ده هعمل حشو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. عندي هنا أعمدة، فوق آخر عمود منهم هعمل عمود. في السلسلة اللي جنبيه هعمل 3 أعمدة. أدي واحد، اتنين، تلاتة. هعمل 4 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. هجمع هنا القلب عشان أقفله، هدخل في أول تجمع وأعمل أخد لفة وأقفل قفلة واحدة، لفة فوق تاني فوق عمود في النص وأقفل قفلة واحدة، لفة وأدخل فوق آخر التجمع وأقفل قفلة واحدة، لفة وأطلع من 4 حلقات كلهم سوا. وبعدين واحد، اتنين، تلاتة، 4 سلسلة. هعمل هنا اهو قبل الأعمدة في السلسلة قبل الأعمدة 3 أعمدة. أدي واحد، اتنين، تلاتة، وفي أول عمود هيقابلني هعمل عمود. 5 سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. في الفراغ ده هعمل حشو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. هاخد لفة، أسيب الأعمدة دي كلها في الفراغ الأخير ده، هعمل 4 أعمدة. أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. خلاص احنا عرفنا البداية وعرفنا النهاية، عشان بس ايه سلسلة، واحد، اتنين، سلسلة رقم تلاتة، هنقفل بعمود، وده شكل السطر رقم 7. لحد هنا الشال، لحد السطر ده الشال بيدي معايا طول، تمام. ادي القلب، ادي اول قلب، وادي قلب اول قلب من الناحيه دي. هنا هيبقى فيه هنزود قلوب بقى طبعا كده بالتدريج. ده شكل السطر رقم 7. رقم 8 هعمل 1 2 3 4 سلسلة، وهياخد لفة وهلفش، هدخل في الفراغ ده واعمل 4 أعمدة منهم وارجع لكم. 2 سلسلة، واحد، اتنين. في الفراغ ده هاخد لفة الأول، بعد الأعمدة في سلسلة 2، وفي رقم 3 هعمل 5 أعمدة. احنا بنكرر اللي احنا عملته تاني عشان نبتدي قلب جديد، بس هنا الفرق ان انا هعرف ازاي اوصل بين قلب وقلب، يعني ايه المسافة اللي بينهم هتعرفوها، وبعد كده تقدروا تكملوا لوحديكوا بعد ما تعرفوا الجزئية.
مش سطر ده، لا يعني الجزئية كلها كده. 4 أعمدة، 5 أعمدة، سلسلة واحدة هاخد لفة وهسيب بعد الحشو، هعد 1 2 سلسلة، في السلسلة رقم 3 هعمل 5 أعمدة، ادي 1 2 3 4 5. هنا بقى في الجزئية دي عشان تعرفوا انتوا المفروض تعملوا ايه. هعمل 2 سلسلة، 1 2، هاخد لفة، عندي هنا أعمدة، هعمل عمود فوق آخر عمود فيهم، في السلسلة اللي بعديهم على طول هعمل 3 أعمدة، ادي 1 2 3، هعمل 2 سلسلة، ده فين بقى؟ فوق القلب، واخد لفة، وبعد التجميع بتاعت القلب ده قبل الأعمدة اللي بعديهم هعمل في السلسلة اللي قبليها دي 3 أعمدة، ادي 1 2 3، وعمود فوق اول عمود هي بني اهي، تمام. هعمل هنا بقى خلاص ايه، هبتدي قلب جديد. يعني بص هنا في قلب، هبتدي يعني بصوا ايه قلب اهو، هبتدي قلب جديد. هعمل ايه بقى؟ هعمل 2 سلسلة، هاخد لفة، هسيب الأعمدة دي، بعديهم في سلسلة 2 في سلسلة رقم 3 هعمل 5 أعمدة في نفس السلسلة، 1 2 3 4 5، سلسلة واحدة، سلسلة واحدة دي بين جزئين بتوع القلب، هسيب بعد الحشو سلسلة 2 وفي سلسلة رقم 3 هعمل 5 أعمدة في نفس السلسلة، 1 2 3 4 5، 2 سلسلة، في الفراغ ده هسيب في العمدة دي هسيبها، وفي الفراغ ده هبدأ أعمل 4 أعمدة اللي هو الزاوية، واحد 2 3 4 5 سلسلة، و4 أعمدة في نفس المكان، ادي 1 2 3 4، والجنب ده هنعمله زي الجنب التاني، هعمل 2 سلسلة، هعد بعد الأعمدة دي زي هنا بالظبط كده، هعد سلسلة 2 في سلسلة رقم 3 هعمل 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، سلسلة واحدة، هنا هسيب بعد الحشو سلسلتين في سلسلة رقم 3 هعمل 5 أعمدة، خمسة 2 سلسلة، سيب الأعمدة دي فوق آخر عمود هعمل عمود، في السلسلة اللي بعديهم على طول هعمل 3 أعمدة، أدي 1 2 3، 2 سلسلة اللي هي فوق قفلة القلب، وفي السلسلة اللي قبل الأعمدة اللي بعديها على طول هعمل 3 أعمدة، 1 2 3، فأول عمود هيقابلني هعمل عمود، 2 سلسلة، هنا بعد الأعمدة هسيب سلسلة 2 وفي رقم 3 هعمل 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، سلسلة واحدة بعد الحشو عادي سلسلة 2 في سلسلة رقم 3 هعمل 5 أعمدة، ادي 1 2 3
أربعة خمسة. اتنين سلسلة، هسيب الأعمدة دي وفي آخر فراغ هعمل أربع أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة، سلسلة واحدة هاخد لفة وعد سلسلة اتنين، وفي رقم تلاتة هعمل عمود، وده شكل السطر رقم تمانية. رقم تسعة هعمل أربع سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وهلف أخد لفة وألف الشغل وأعمل هنا أربع أعمدة. عملت أربع أعمدة وركزوا معايا، هعمل واحد اتنين تلاتة أربعة أربعة خمسة ستة، هاخد لفة هسيب الأعمدة دي الاتنين سلسلة وأبدأ في الأعمدة دي. في أول عمود هاخد لفة وأقفل قفلة واحدة، وأخد لفة فوق تاني عمود وأقفل قفلة واحدة، تلات حلقات هاخد لفة وأطلع منهم كلهم. هاخد لفة في العمود الوسطاني هعمل فوقيه عمود، فوق آخر عمودين هقفلهم سوا، هدخل هنا وأقفل قفلة واحدة لفة، وأدخل هنا في آخر عمود وأقفل قفلة واحدة، تلات سلاسل هاخد لفة، تلات حلقات هاخد لفة واطلع منهم كلهم. في الفراغ ده هعمل عمود، هنا اول عمودين هلمهم سوا، قفلة واحدة وادخل هنا واقفل قفلة واحدة، تلات حلقات هاخدهم كلهم سوا، هاخد لفة واعمل هنا عمود، لفة في اخر عمودين دول هعمل اقفلهم سوا، قفلة وادي العمود التاني لفة واطلع من تلات حلقات. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هنا عندي اعمدة، هسيب التلات اعمدة وفوق اخر عمود هعمل عمود، في الفراغ ده هعمل اتنين عمود، فوق اول عمود هعمل عمود، بقى عندي كام؟ اربع اعمدة. هعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة، هسيب باقي الاعمدة دي، واجي هنا في الاعمدة دي هلم اول عمودين سوا، قفلة العمود اللي بعده واقفل قفلة واحدة، تلات حلقات هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا. هعمل هنا عمود فوق العمود التالت، هقفل العمودين دول سوا، تلات حلقات هاخد لفة واقفلهم. في الفراغ ده هعمل عمود، هنا هقفل أول عمودين سوا قفلة، التانية وادخل هنا هعمل عمود فوق العمود رقم تلاتة، وهنا هقفل العمودين دول سوا قفلة، والعمود اللي بعده قفلة، تلات حلقات هقفلهم كلهم سوا. هعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة، وهياخد لفة جوه الفراغ بتاع الزاوية، هعمل زاوية اللي هي اربع اعمدة خمس سلاسل، اربع اعمدة في نفس الفراغ، واللي عملته في الجنب اليمين هيتعمل في الجنب الشمال. ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هسيب الاعمدة دي وهاجي على الاعمدة اللي بعديهم دي، هدخل هنا واقفل قفلة فوق العمود اللي بعديها، اقفل قفلة معايا تلات حلقات هاخد لفة واقفلهم كلهم سوا، هعمل عمود فوق العمود رقم تلاتة، هقفل العمودين دول سوا، قفلة قفلة واخد لفة واطلع منهم كلهم، هاخد لفة واعمل في الفراغ ده عمود واقفل العمودين دول سوا، واقفلهم وعمود فوق العمود ده واقفل العمودين دول سوا،
واقفلهم سبعة كده كلهم. هعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سلسلة، هاخد لفة، هسيب الأعمدة دي فوق العمود رقم أربعة، هعمل عمود، وفي الفراغ هعمل اتنين عمود، وفي أول عمود هعمل عمود، بقى عندي أربع أعمدة، هعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، هسيب بقى الأعمدة دي وفوق الأعمدة دي كده اللي هما دي ودي، هعمل زي ما عملت هنا وأرجع لكم، عملتها زيها بالظبط. هعمل ست سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، أخد لفة، وفي الفراغ ده هو هعمل أربع أعمدة اللي هما بتوع النهاية السطر، واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة، وهعد من هنا واحد اتنين، وفي السلسلة رقم تلاتة هعمل عمود، وده شكل السطر رقم تسعة. بصي هو بيبقى عامل كده، لا بس انتي اعملي كده وروحي شيكي من فوق هتلاقيه اتظبط معاكي، لا تقلقي مفيش اسهل من كده، شكله رقيق وجميل. رقم عشرة، هنعمل اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة، وهياخد لفة ولف الشغل، في الفراغ ده هعمل كام؟ برافو، اربعة اعمدة، نكملهم وارجع لكم، ولا خلينا تلات اعمدة، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وده تكرار السطر 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 ده هو. الرقم كام بقى؟ يلا يا مهاميو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، تكرار السطر رقم ستة. تمام، عملت خمسة سلسلة، هنا عندي اعمدة هسيبهم، وفي اخر عمود هعمل عمود، وفي السلسلة اللي جنبيه هعمل تلات اعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة، هعمل عايزين بقى ايه، هنلم دول زي ما لمينا المرة اللي فاتت، هنعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هاخد لفة، هنجمع التقطيع ده وده وده في مكان واحد، هدخل هنا اهو، هاخد لفة واقفل قفلة واحدة، لفة وادخل فوق العمود اللي بعديها، لفة واطلع، لفة واقفل قفلة واحدة، لفة فوق العمود التجمع التاني، واخد لفة واقفل قفلة واحدة، معايا اربع حلقات على ابرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم، لفة وعمود فوق العمود الوحداني ده، لفة وهجمع دول مع بعضين، هدخل هنا واخد لفة، لفة واخرج من حلقتين، لفة وادخل في العمود اللي جنبيها، لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين، لفة وادخل هنا اهو، لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين، اربع حلقات على الابرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا. هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اجي هنا اهو عندي اربع اعمدة. تمام، هنبدأ احنا بعد ما جمعناهم هنبدأ نفرقهم بقى تاني، هدخل هنا اهو في السلسلة اللي قبل اربع الاعمدة، هعمل تلات اعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة، وفوق العمود ده هعمل عمود، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، هاخد لفة وفوق اخر عمود هعمل عمود، وفي السلسلة اللي جنبيه هعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هجمع ده وده وده، هدخل هنا اهو، هاخد لفة، لفة واخرج من حلقتين، ادخل لفة وادخل هنا اهو، لفة واخرج من حلقتين، لفة وادخل هنا اهو، لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين، اربع حلقات على الابرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا، هاخد لفة وادخل هنا اهو واعمل عمود، هنا هدخل هنا وهنا وهنا، هدخل هنا اهو واخد لفة واقفل قفلة واحدة، لفة وادخل هنا، لفة واقفل قفلة واحدة، لفة وادخل هنا، لفة واقفل قفلة واحدة، اربع حلقات على ابرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا. هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، هنا
عندي الأعمدة اللي هي بتاعت الزاوية دي قبليها هعمل ثلاث سلاسل، ثلاث أعمدة سوري، واحد اتنين تلاتة، وعمود فوق أول عمود هيقابل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هياخد لفة. آخر عمود في الأعمدة هعمل فوقيه عمود، وجوه الفراغ ده تلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة، أو ممكن أعملهم كلهم جوه أحسن بدل ما نتلخبط. جوه الفراغ هنا هروح أعمل أربع أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. في نفس الفراغ هعمل أربع أعمدة، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. عندي هنا أعمدة هسيبهم، وفي آخر عمود هعمل عمود، هاخد هنا وادخل في السلسلة بعديها واعمل تلات أعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة، تمام. دي الزاوية، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هاخد لفة وهقفل هنا وهنا وهنا سوا، هدخل هنا اهو واقفل قفلة لفة، وادخل هنا اهو واقفل قفلة لفة، وادخل هنا اهو واقفل قفلة. اربع حلقات هاخد لفة واخرج منهم كلهم سوا. هعمل عمود فوق العمود ده، وهقفل هنا وهنا وهنا، هدخل هنا واخد لفة واقفل قفلة لفة، وادخل هنا لفة واقفل قفلة لفة، وادخل هنا لفة واقفل قفلة. اربع حلقات هاخدهم كلهم سوا، هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. هنا عندي الاعمدة الاربعة دول، قبليهم في الحلقة اللي قبليهم هعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، وعمود فوق اول عمود هيقابلني، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واخر عمود هعمل فوقيه عمود، وهعمل هنا في السلسلة اللي جنبيهم تلات اعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة، واعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهكمل القلب ده زي بقية القلوب. اخر قلب جمعته اهو، باينه بحاول اوضح لك الصوره، تمام. هعمل خمسة سلسله، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، هاخد لفه قبل الاعمده دي، هدخل هنا اهو واعمل تلات اعمده، ادي واحد اتنين تلاته، وادخل هنا واعمل عمود، هعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسة، هاخد لفة وفي آخر فراغ ده هعمل أربع أعمدة، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة، وهعيد من هنا واحد اتنين، وفي السلسلة رقم تلاتة هقفل بعمود، وده شكل السطر رقم عشرة أهو كده. عايزاكم بالله عليك تقولوا لي رأيكم، أكمل كله لون واحد ولا أدخل معاه ألوان علشان اكمل قبل ما اعمل لكم الكنار بتاعها، تمام. ادي القلب اهو بدا يتضح كده، ناقص لنا اخر دور عشان القلب يكمل، وبعد كده نبدا نكمل. رقم 11 هنعمل نفس البدايه، واحد اتنين تلاته اربعه، وهياخد لفه وهنلف الشغل، وهعمل هنا اهو اربع اعمده اهو، هعمل خمسه سلسله، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. في الفراغ ده هعمل حشو، دي الجزئية اللي هيركب فيها القلوب الجديدة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هاخد لفة، دي كده جزئيتين دول اللي هيركب فيهم القلوب الجديدة. هنا عندي اعمدة في اخر عمود هعمل عمود،
وهاخد لفه، وهنا اهو هعمل ثلاث اعمده. ادي واحد اتنين ثلاثه، هعمل اربع سلاسل، واحد اتنين ثلاثه اربعه، هاخد لفه هنا، هلم هنا واحد اتنين ثلاثة، هدخل فوق التجمع ده واخد لفة واقفل قفلة واحدة، لفة وادخل فوق النص واخد لفة واقفل قفلة واحدة، لفة وادخل فوق اخر تجمع واخد لفة، لفة واقفل قفلة واحدة. معايا اربع حلقات على الابرة، اخد لفة واطلع منهم كلهم سبع، وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة واخد لفة. عندي هنا اعمدة وسلاسل واعمدة، تمام معايا في الحته، في الحته دي عشان ما نتلخبطش. هنعمل ايه قبل الاعمده؟ هندخل هنا اهو في السلسله وهنعمل ثلاث اعمده. ادي واحد اتنين ثلاثه، وعمود فوق العمود اللي جنبيها، خمسه سلسله، واحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه، وادخل هنا اهو واعمل حشو، واحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه سلسلة، هاخد لفة هسيب الأعمدة دي وفوق آخر عمود هعمل عمود، وفي السلسلة اللي جنبيهم هعمل تلات أعمدة. أدي واحد اتنين تلاتة، هعمل قلنا جنب القلب هعمل أربع سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، هاخد لفة وهدخل فوق أول تجمع واخد لفه واقفل قفله واحده، لفه وادخل في النص هنا، لفه واطلع، لفه واقفل قفله واحده، لفه وادخل فوق اخر تجمع واخد لفه، لفه واقفل قفله واحده، لفه واطلع من الاربع حلقات سوا، بعدين واحد اتنين تلاته اربعه سلسله، ياخد لفه. هنا عندي اعمده اللي هي قريبه من الزاويه، طبعا انت كل ما بتكبري هتمشي بنفس الخطوات، اوكي؟ الاعمده اللي قريبه من الزاويه هعمل اسيب العمود ده قبليه، هعمل في السلسله قبليه هعمل ثلاث اعمده. ادي واحد اتنين ثلاثه، وعمود فوق اول عمود هيقابلني، هعمل خمسه سلسله، واحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه، هعمل حشو في الفراغ ده هو، تمام، واحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه، هاخد لفه في الفراغ ده هعمل أربع أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وأربع أعمدة في نفس الفراغ، واحد وأربعة، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هعمل في الفراغ اللي بعده حشو اللي بعد الأعمدة، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله، وهاخد لفه هسيب الاعمده دي في اخر عمود هعمل عمود، وفي السلسله اللي جنبه هعمل تلات اعمده، واحد اتنين تلاته، اربعه سلسله، واحد اتنين تلاته اربعه، ليه اربعه؟ احنا جنب القلب، وهنجمع ده اول تجمع هقفل قفله، وفي الجنبيه وفي الثالث، واعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة، هاخد لفة. هنا عندي الاعمدة دي، هعمل قبليها على طول تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، واول عمود هعمل فيه عمود، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هعمل في الفراغ ده حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هسيب العمدة دي في آخر عمود هعمل عمود، وهعمل في السلسلة اللي جنبيه تلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة، هعمل واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة، وهكمل القلب ده زي القلوب التانية. بعد ما عملت التجمع ده هعمل أربع سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وآخد لف. عندي الأعمدة دي قبليها هعمل أربع أعمدة في السلسلة اللي قبليها، واحد اتنين
تلاتة وعمود فوق العمود الأولاني، خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. في الفراغ ده هعمل حشو وهعمل خمسة سلسلة تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهاخد لفة. وفي الفراغ ده هعمل أربع أعمدة، واحد اتنين تلاتة عفوا أربعة سلسلة، وهعمل واحد اتنين تلاتة وهعمل عمود. وده شكل السطر رقم 11. بس بقى كده القلب التاني خلص. الدور اللي جاي هنبدأ في القلب التالت. بصوا هي كلها متقسمة مربعات كده اهو، والقلوب طبعا لو انت اضفتي الوان دي هتبقى حاجة جميلة. ممكن نضيف ايه الوان تانية، بس انا حبيت ان انا اوريكم الغرزة رقم 12، وهو هيبقى تكرار بقى خلاص اللي هي بداية القلوب الجديدة. هوريها لكم بس وانتم كملوا على كده تمام. وبعد كده بقى كنار اخر حاجة، واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة، وهنلف الشغل، ناخد لفة ونلف الشغل. هنا اربع اعمدة، اتنين سلسلة، واحد اتنين. في الفراغ الاولاني ده هنسيب الاعمدة، وفي الفراغ الاولاني هنا ايه سلسلة اتنين، وفي السلسلة رقم تلاتة هنعمل ايه برافو خمس اعمدة مع بعضيهم في نفس السلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، سلسلة واحدة، ناخد لفة وبعد الحشو عيد سلسلة اتنين، وفي سلسلة رقم تلاتة هعمل خمس أعمدة مع بعضيهم في نفس السلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين. هنا عندنا التجمع ده اللي احنا هنبني حواليه تمام. هسيب الأعمدة دي، وفي آخر عمود هعمل عمود، في السلسلة اللي جنبه هعمل تلاتة عمود، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، واحد اتنين. وهسيب الأعمدة التجمع ده، وهعمل في السلسلة اللي قبل الأعمدة اللي بعديها هعمل تلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة. واول عمود هيقابلني هعمل فوقيه عمود. خلاص نبتدي بقى نعمل القلب اللي بعديه اهي معايا. هنعمل اتنين سلسله، واحد اتنين. هنسيب الاعمده دي هنا خمس اعمده، في السلسله رقم ثلاثه هنعمل خمس اعمده مع بعضيهم في نفس السلسله، واحد اتنين ثلاثه أربعة خمسة، سلسلة واحدة. هعد واحد اتنين في سلسلة رقم تلاتة هعمل خمس أعمدة، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، اتنين سلسلة. هسيب الأعمدة دي، وفي آخر عمود هعمل عمود، في السلسلة اللي جنبيه هعمل تلات أعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة. هسيب التجمع ده، وفي السلسلة اللي قبل الأعمدة على طول هعمل تلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة. وأول عمود هعمل فوقيه عمود، اتنين سلسلة، واحد اتنين. وهسيب الأعمدة دي، وهنا عند السلاسل في تالت سلسلة هعمل خمس أعمدة مع بعض، وهكذا لغاية ما أخلص السطر بتاعي. اتنين تلاتة أربعة خمسة، سلسلة واحدة، وهعمل حشو بعد الحشو في تالت سلسلة هنا هعمل خمس أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة تمام. هنا الزاوية بتاعتي هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، وهتخطى دول، وفي الفراغ ده هعمل أربع أعمدة، خمس سلاسل أربع أعمدة، اتنين تلاتة
أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وأربع أعمدة في نفس المكان، واحد اتنين تلاتة أربعة، اتنين سلسلة، وهتخطى الأعمدة دي وهاجي هنا في تالت سلسلة في الفراغ ده وأعمل خمس أعمدة، وهكذا زي ما عملت في الجنب ده هكرر في الجنب التاني. في حالة إن أنت عايزة تشبكي لون تاني، لو أنت مثلا معندكيش خيط ملون وعايزة تشبكي لون تاني، أوكي؟ هستني لما يبقى القلب، دي حاجة برضو ترجعي، بس أنا مثلا أنا حبيت كده، أنا فكيت صفين علشان أرجع لبداية القلب ده، اللي هي خلاص أنا نهيت قلب، نهاية هنا، هروح بقى أي في السطر، في نهاية السطر ده آخر غرزتين. بصي اهم بفكهم كده، خلاص بقى انا هاخد واسحب، يبقى اخر غرزه في السطر هسيبها واسحب اللون التاني اللي انا عايزه احطه، عشان في ناس بتقف عند الحته دي. خلاص اهي، وبعدين اعمل واحد اتنين تلاته اربعه، وهاخد لفه وهلف الشغل واعمل هنا في الفراغ الاربع اعمده بتوعي، تمام اهي. بس وهشغل الغرزة عادي، مش مفيهاش مشكلة، بس هي فكرة الوصلة علشان في ناس بتقف عند الحتة دي. هكمل بقى السطر انا عادي خالص واكمل الشيء. انا اشتغل لغاية ما اوصل للطول اللي انا عايزاه، سهل وبسيط ومفيش اسهل من كده. طبعا تقدري تكوني الوان زي ما انت عايزة، انا هرجع للموف تاني. دي حاجه ترجع لك انت، تعملي مثلا جزئيه وجزئيه، وتعملي بالخيط مدرج، او تعملي بالوان بواقي خيوط عندك. لو هتعملي الشال ده، شال هيبقى طوله وارتفاعه مثلا حوالي متر ونص، هتحتاجي حوالي اربع شالات. طبعا لو عايزه اطول من كده بتحتاجي اكتر من كده، تلات اربع شلات. لو هتحتاجي اطول من كده هتحتاجي طبعا خيط اكتر من كده، طبعا ده بخيط رفيع زي ما احنا مستخدمين. اما اجي اشتغل الكنار هشتغل بصي القلب كامل ما عدا اخر دور. انا هبتدي في اخر دور هبتدي اوجد الكنار بتاعها عشان يديني المنظر اللي احنا شايفينه ده. انا هكمل بالخيط الموف، تمام. بصي احنا ناقص اخر دور في القلب، هو ده اللي هنبتدي منه السطر بتاع الكنار. قبل ما انهي ده اهو كده بعمل كده، وبسحب الخيط التاني زي ما سحبنا الابيض قبل كده. وليه بوريكم الحركة دي؟ عشان في ناس بتسأل عنها. هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة، وهاخد لفة وهلف الشغل. هدخل هنا في الفراغ الاولاني ده وهعمل اربع اعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة، وادي الرابع. هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين سلسلة، هاخد لفة وفي الفراغ اللي هيقابلني ده هعمل سبع سلسلة، سبع أعمدة، كل عمود بلفتين، هاخد لفة اتنين، وفي الفراغ ده هدخل هنا وأعمل قفلة، أخد لفة وأعمل قفلة وأعمل قفلة. ده أول عمود بلفتين. هعمل لفة اتنين على الإبرة وهدخل في نفس المكان وأخد لفة، لفة أطلع من حلقتين، لفة أطلع من حلقتين، لفة أطلع من حلقتين، لفة اتنين وأدخل في نفس المكان، لفه اطلع من حلقتين، لفه اطلع من حلقتين، لفه اطلع من حلقتين، كده كام؟ ثلاثة. هعمل الرابع بنفس الطريقة، الخامس، السادس، السابع. تقدري تركبي الكنار ده في أي حاجة، في أي شال أنت عايزاه، اتنين أربعة ستة سبعة، أو تعملي سلاسل وتشبكي فيها الكنار ده وتركبيه على اي حاجة وتعملي حتى بداية بلوزة ليكي. هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين سلسلة، هاخد لفة، هعد هنا دول اعمدة، في اخر عمود ده هعمل عمود،
وفي السلسلة اللي بعديه على طول هعمل 3 أعمدة، واحد اتنين تلاتة. هعمل 4 سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة. هاخد لفة هقفل بقى القلب عادي، هدخل هنا اهو واخد لفة واقفل قفلة واحدة، واخد لفة وادخل في فوق العمود اللي بعديه، واخد لفة واقفل قفلة واحدة، لفة فوق العمود اللي بعديه، واخد لفة واقفل قفلة واحدة. معايا 4 حلقات على الإبرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا، واحد اتنين تلاتة 4 سلسلة. هاخد لفة، وهنا اهو في الجزئية دي هعمل 4 أعمدة، اللي هو هنا هو في السلسلة دي كده هعمل 3 أعمدة جنب بعض في نفس الحلقة، واحد اتنين تلاتة، وفوق العمود الأولاني هعمل عمود. هعمل 2 سلسلة، واحد اتنين. هاجي في الفراغ ده اللي هو بين المجموعتين دول هعمل 7 أعمدة، كل عمود منهم بلفتين، لفة اتنين على الإبرة، هدخل ان هو واعمل عمود بلفتين، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، اتنين أربعة ستة سبعة. هعمل 2 سلسلة، هسيب الأعمدة دي، وفي آخر عمود هعمل عمود. هعمل في السلسلة اللي جنبيها 3 أعمدة، أدي واحد اتنين تلاتة 4 سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة. زي ما قلنا في الشال وهنا برضو بنعمل 4 امتى؟ واحنا بنقفل القلب ده. هدخل هنا كده واعمل قفلة، وادخل في العمود اللي بعده واعمل قفلة، ادخل في العمود اللي بعده واعمل قفلة. معايا 4 حلقات على الابرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا، وبعدين اعمل واحد اتنين تلاتة 4 سلسلة. هاخد لفة، وهنا في الأعمدة اللي قبل الأعمدة على طول هعمل 3 أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة. ايوه انا عملت 3 عادي، ممكن تعمل 4 هنا او تعمل العمود التالي هنا. هعمل 2 سلسلة، واحد اتنين. هاجي في الفراغ ده اللي هو بين المجموعتين دول وهعمل 7 أعمدة، كل عمود منهم بلفتين. هفضل شغالة كده لغاية ما اوصل فين؟ عند الزاوية بتاعت الشال. طبعا انت بتعملي طول زي ما انت عايزة، انا ده معايا كده هيطلع سكارف او بندانة حاجة صغيرة، انت هتعملي الطول اللي انت حابة. 4 5 6 7، 2 سلسلة، واسيب الأعمدة دي، وفي آخر عمود هعمل عمود وجنبيه 3 أعمدة في السلسلة اللي جنبيه، وهكذا لغاية ما اوصل للزاوية. هوصل للزاوية واقول لكم هنعمل ايه. شكل السطر، هاجي هنا عند الزاوية، عملت 2 سلسلة قبل الزاوية على طول، عندك 7 أعمدة كل عمود منهم بلفتين. جوه الزاوية هعمل عادي زي ما بنعمل على طول 4 أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة 5 سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة 5، و4 أعمدة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة أربعة، 2 سلسلة، واحد اتنين. هاخد لفة وهاجي جوه الفراغ ده، هاخد لفتين، وجوه الفراغ ده هعمل 7 أعمدة كل عمود منهم بلفتين، وهكمل الشغل عادي زي ما عملت في الجنب التاني. كده 3 4
خمسة، ستة، سبعة. هعمل اتنين سلسلة وهسيب العملية دي، وفي آخر عمود هعمل عمود وجنبيه هعمل تلات أعمدة. أدي واحد، اتنين، تلاتة. هكمل بنفس الطريقة لغاية آخر السطر. آخر السطر هعمل اتنين سلسلة وهسيب العمدة دي، وفي الفراغ ده هعمل أربع أعمدة زي ما كنا بنعمل في الشيل الأساسي. سلسلة وهعمل هعد في واحد اتنين سلسلة رقم تلاتة وأعمل عمود. هعمل أربع سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، ألف لفة وأدخل في الفراغ ده. هعمل أربع أعمدة، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة زي ما بنعمل الشال نفسه. هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هسيب الأعمدة دي وهاجي عند الأعمدة السبعة دول، هاخد لفتين وفي أول عمود بلفتين هعمل عمود بلفتين برضو. سلسلة لفة اتنين، فوق العمود التاني عمود بلفتين. سلسلة لفة اتنين، فوق العمود التالت هعمل عمود بلفتين. سلسلة لفة اتنين، فوق العمود الرابع. سلسلة لفة اتنين، فوق العمود الخامس. سلسلة لفة اتنين، فوق العمود السادس. سلسلة لفة اتنين، فوق العمود رقم سبعة. يبقى أنا عملت عمود فوق كل عمود من الأعمدة بلفتين، وبينهم سلسلة، بين كل عمود وعمود سلسلة. هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هتجاهل الأعمدة دي، وفي آخر عمود هعمل عمود، وفي السلسلة اللي جنبه على طول هعمل تلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة. هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هسيب التجمع ده والسلسلة اللي قبل الأعمدة اللي هنا دي على طول هعمل فيها تلات أعمدة زي ما كنا بنعمل في أساس الشال. أدي واحد اتنين تلاتة، هعمل عمود فوق العمود ده. كده خلصنا أول واحدة. هنعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هاخد لفتين هنا، هسيب الأعمدة الصغيرة دي وفوق الأعمدة اللي في النص الكبيرة دي. هعمل فوق أول عمود عمود بلفتين سلسلة، وعمود فوق العمود اللي جنبه، فوق كل عمود عمود سلسلة وبينهم سلاسل. سلسلة لفتين وعمود فوق العمود اللي جنبه، سلسلة لفتين وعمود فوق العمود اللي جنبه، سلسلة لفتين وعمود فوق العمود اللي جنبه، سلسلة لفتين وعمود فوق العمود اللي جنبه. اتنين سلسلة، واحد اتنين، هتجاهل الأعمدة دي وفي آخر عمود هعمل عمود، في السلسلة اللي جنبه هعمل تلات أعمدة، أعمدة عادية. واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، هسيب التجمع ده وهنا قبل الأعمدة دي على طول هعمل تلات أعمدة. أدي واحد اتنين تلاتة، وعمود في أول عمود هيقابلني، وبعدين هعمل اتنين سلسلة وهلف لفتين، هسيب باقي الأعمدة دي وفوق الأعمدة اللي هنا دي هعمل عمود
بلفتين بين كل عمود وعمود سلسلة اهو كده. احنا ليه عملنا هنا عمود بلفتين؟ علشان يديني الكيرف ده، عشان يديني شكل مختلف. انت لو عملتيها بواحدة بس ممكن تشغل، بس كده هتديكي منظر احلى. هنكمل لغاية اخر السطر بنفس الطريقة. اخر في الزاوية كان عندي برضو عملت بعد المروحة دي عملت 2 سلسلة وفي الزاوية اربع عمدة، 5 سلسلة 4 عمدة، فهي نفس الخطوة اللي فاتت، فانا ما عدتهاش. عشان كده هنا بقى في اخر السطر عملت مروحة واتنين سلسلة، هاخد لفة واسيب الاعمدة دي في الفراغ الصغير، هعمل 4 اعمدة، 1 2 3 4 سلسلة، وهياخد لف، هعد 1 2 3، في تالت سلسلة هدخل واعمل عمود، هعمل 1 2 3 4 سلسلة، وهياخد لفة وهلف الشغل. والنهاردة في السطر ده لأول مرة هنعمل 2 عمود بس، هدخل في الفراغ ده وهعمل 2 عمود، ادي 1 2، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، لف 2 على الإبرة، هسيب كل الأعمدة دي وهاجي عند الأعمدة اللي هي طويلة دي، فوق أول عمود هدخل وأعمل عمود بلفتين، هاخد لفة، لفة وأخرج من حلقتين، لفة وأخرج من حلقتين، وهسيب الأخيرة على الإبرة، لفة 2 على الإبرة، وفوق نفس العمود هدخل أخد لفة وأخرج، لفة وأخرج من حلقتين، لفة وأخرج من حلقتين، وأسيب التالتة على الإبرة. كده معايا 3 حلقات على الإبرة، هاخد لفة وأخرج منهم كلهم كده. أنا عملت عمودين مجمعين من أعلى ومن أسفل، هعمل 1 2 3 سلسلة، لفة 2 على الإبرة، فوق العمود اللي بعده هعمل برضو نفس اللي أنا عملته هنا، هعمل أخد لفة، لف واخرج من حلقتين، لف واخرج من حلقتين، وسيب الثالثه على الابره، لفه 2 على الابره، وادخل هنا اهو في نفس العمود، واخد لفه، لف واخرج من حلقتين، لف واخرج من حلقتين، معايا 3 حلقات على الابره، اخد لفه واخرج منهم كلهم سوا، 1 2 3 سلسله، لفه 2 على الابره، وفوق العمود اللي بعده هعمل عمود بلفتين، لف واخرج من حلقتين، لف واخرج من حلقتين، واسيب التالتة على الإبرة، لفة 2 على الإبرة، وادخل فوق نفس العمود، واخد لفة، لف واخرج من حلقتين، لف واخرج من حلقتين، معايا 3 حلقات على الإبرة، هاخد لفة واخرج منهم كلهم سوا. هكمل باقي المجموعات، هعمل 1 2 3 سلسلة، يبقى أنا بعمل بين كل أعمدة وأعمدة 3 سلاسل، وفوق كل عمود عمودين مجمعين من أعلى ومن أسفل مع بعضهم. هخلص المجموعة دي وأرجع لكم أهي. كده المروحة كلها عملتها، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3 سلسلة، هاخد لفة وهسيب الأعمدة دي فوق آخر عمود بس، هعمل عمود في الفراغ، هعمل 2 عمود، 1 2، فوق العمود اللي هيقابلني هعمل عمود. كده أنا عملت 4 أعمدة، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، هاخد لف 2، هسيب الأعمدة دي وفوق أول عمود من دون بتوع المروحة، هاخد لفة، لفة واخرج من حلقتين، لفة واخرج من حلقتين، وسيب التالتة على الإبرة، لفة 2 فوق نفس العمود، هعمل برضو عمود بلفتين، لفة 2، 3 حلقات هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا زي ما عملنا في المروحة دي بالظبط، 1 2 3 سلسلة، وهعمل نفس الحركة في المروحة كلها. سوري. وبعد ما اخلصها طبعا بين كل عمود وعمود، بين كل عمودين وعمودين 3 سلاسل، وهنا 3 سلاسل بين الاربع عواميد، الاربع عواميد هنعمل 4 عواميد وبعدين 3 سلاسل لغايه ما نوصل للزاويه، والزاويه هتبقى برضو عباره عن 4 اعمده، 5 سلاسل، 4 اعمده. اخر السطر عملت 3 سلسلة، وهعمل في الفراغ ده 2 عمود زي ما عملت في اول السطر، هعمل سلسلة، هلف الشغل، هعمل حشو فوق العمود اللي جنبيها، في الفراغ ده هعمل 5 حشو، 1 2 3 4
خمسة. في الفراغ الأولاني هعمل حشو، هاخد لفة وادخل في نفس الفراغ لفة واخرج، واخد لفة واخرج منهم، هما تلاتة، عملت نص عمود، هاخد لفة وادخل في نفس الفراغ لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، انا عملت عمود، هاخد لفة وادخل في نفس الفراغ لفة واخرج، لفة واطلع منهم هما تلاتة نص عمود، لفة واطلع واعمل حشو. في الفراغ اللي جنبه هعمل حشو وبعدين لفة واعمل نص عمود، لفة في نفس المكان اعمل عمود، لفة في نفس المكان هعمل نص عمود، هدخل من غير لفات واعمل حشو. في الفراغ اللي جنبه هعمل حشو، هاخد لفة في نفس الفراغ، هاخد لفة واطلع، لفة واطلع من ثلاث حلقات، عملت نص عمود، لفة وادخل في نفس الفراغ، لفة واطلع واعمل عمود، لفة وادخل في نفس الفراغ، لفة واطلع واعمل نص عمود، هدخل من غير لفات واعمل حشو. هكرر الجزئية دي في كل الفراغات اللي هنا. كده بعد ما خلصت المروحة كلها بشكلها كده، هي في الفراغ اللي جنب المروحة على طول هعمل خمسة حشو. هاجي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. هنا عندي أربع أعمدة، هسيب الأولاني وأعمل فوق التاني حشو والتالت حشو، يبقى كده اتنين حشو فوق الأربع أعمدة دول. هسيب آخر عمود وفي الفراغ اللي بعده هعمل خمس حشو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. هاجي في الفراغ الأولاني بتاع المروحة هعمل زي ما أنا عملت هنا بالظبط، هعمل حشو، نص عمود، عمود، نص عمود، حشو. تاني في الفراغ اللي بعده حشو، نص عمود، عمود، نص عمود، حشو، حشو. في الفراغ اللي بعده نص عمود، عمود، نص عمود، حشو. في كل الفراغات هعمل كده، في كل الفراغات هعمل نفس الفستونة دي، وهاجي في الفراغ اللي بينهم هعمل في اول فراغ خمسة حشو، فوق الاعمدة هسيب الاولاني والاخير، وفوق الاثنين اللي في النص هعمل حشو وحشو، وفي الفراغ اللي بعده هعمل خمسة حشو، وهعمل بعد كده في الفستونة اللي بعديها لغاية ما اوصل للزاوية. شغالين لغاية الزاوية، هنيجي هنا في الزاوية هنعمل في الفراغ اللي قبل الزاوية على طول خمسة حشو. ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. هنا عندي اربع اعمدة، هسيب اول عمود وفوق العمود التاني هعمل حشو، فوق العمود التالت هعمل حشو، فوق العمود الرابع هعمل حشو. في الفراغ ده هعمل خمسة حشو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. العمود اللي بعديه أول عمود هيقابلني هعمل فيه حشو، العمود التاني حشو، العمود التالت حشو، آخر عمود أنا هسيبه. في الفراغ اللي جنبه هعمل خمسة حشو، أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. وهنرجع تاني نعمل بين الأعمدة الفستونية اللي عملناها في المروحة، هنعمل في الفراغ حشو، نص عمود، عمود، نص عمود، حشو في نفس الفراغ، واروح ناقل على الفراغ اللي بعده حشو، نص عمود، عمود، نص عمود، حشو، وهكذا لغاية ما اوصل لآخر السطر. هنعمل فستونات، وبين الفستونة والفستونة
يعني بين المروحة والمروحة هنعمل 5 حشو، 2 حشو فوق الاتنين العمودين في النص، وبعدين 5 حشو وهكذا لغاية آخر السطر. في آخر السطر عملت 5 حشو هنا، وهاجي على ايه العمود رقم 2 كده هعمل حشو. تمام خلاص، هاي المقص هشيل كده، ننضف لكم كمان الخيط علشان لو في حد مش بيعرف ينضف. هجيب ابرة تنظيف سواء بلاستيك او معدن، وامشي مع اتجاه الغرز، افضل ادخل واطلع كده مع اتجاه الغرز علشان يبقى شكلها مش باين. وبعد ما امشي حبة كده اروح راجعة تاني بس في الغرز تاني. ليه؟ علشان لما اجي اغسله او استعمله ما يفكش مني، لما بعمل واحدة بس بيفك مني. وهكمل الباقي كله لغاية ما يكمل. ده بالنسبة لي هيبقى سكارف، هيبقى حلو جدا. انت بقى عايز تكملي شال، هتمشي بنفس الخطوات لغاية ما تكملي شال، ويجي الحرف جميل جدا وسهل، مفيش اسهل من كده. يا رب يعجبكم ويكون سهل عليكم. لايك وشير للفيديو، بحبكم جدا، واشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.